من خدامي فقط. طيب اسمع، أنت يهودي؟ اسمع. يهودي. طيب اسمع، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اسمع ماذا قال؟ لن أرهب أحدكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اسمع يا يهودي، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اسمع، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. يهودي اسمع، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. عبدة الشيطان. اسمع، هذا شعار. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اسمع يا يهودي اسمع، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. دائما ليس علينا في الأمين سبيل. رجعتي لراسي صافي. وقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. اسمع فضل الله عليكم، نحن نعرف هذا فقط. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اسمع فضل الله عظيم، ولماذا جعل آخر نبي أم كان يجب أن يكون يهودي؟ حكمة الله جل وعلا، ما إن بعثه من الأعراب الله أعلم حتى صرنا نعبد الشيطان ضدا فيه، لماذا لم يختاره يهودي؟ ما كان لهم الخيار، الله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. ونحن أيضا اخترنا الكفر، يهود عبد للشيطان. طيب، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. اسمع، قرآن
وأرسلنا إليهم رسلا. اسمع، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. سبحانك ربي. نعيدها عليك. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. سبحان الله. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قبلها كلما جاءهم رسول بما لا تهوى اتبعوا الهوى. عجب. اتبعتم الهوى. عجب. طيب. كلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أحب داود. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا حزنا وحزنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نحن ما نقاتل بأجسادنا نقاتل بالسحر. نحن أسرف من أن نتعب أجسادنا بقتال الأميين. من أجل ذلك كتبنا على أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وزر قتلى يحمله قابيم. كيف؟ قابيم هو أول من قتل حسب سريعتكم فيحمل أوزاركم ومن قتل أي شيء. نحن ما نقام. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. كتابكم يقر بأن الله فقير من يقرض الله تقرون بأنه فقير أنه أغنياء.
تكون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر سأدفعها الثمن إحضاري ما هنا هذا إن بقيت حيا أليش؟ يؤددني المذنب صبرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله